النهاردة عندنا إسماعيل بن ناصر بيعود مرة أخرى إلى ملاعب كرة القدم. النهاردة كان في مباراة إسم ميلان وفروزينوني، إسم ميلان فاز 3-1. إسماعيل بن ناصر نزل في الدقيقة 79، كان إسم ميلان كده كده فاز 3-0، نزل في الدقيقة 79. غياب طويل لإسماعيل بن ناصر، لكن النهاردة كان يعني هي دي البداية. طبعا نزل في الدقيقة 79، المدرب مش هيحمل عليه وينزل له الماتش كله، فطبعا دي حاجة بداية مبشرة ان هو واحدة واحدة كده يبدأ يرجع للمباريات تاني مع فريق اي سي ميلان، ودي حاجة كويسة نفتخر بيها كعرب. بس شوفوا رد فعل الجماهير لحظة نزول اسماعيل بن ناصر لأرضية الملعب واستقبال اسطوري لاسماعيل بن ناصر. لو انتوا شايفين كده اسماعيل بن ناصر نزل لأرضية الملعب، شوفوا بقى المذيع الداخلي والجماهير بيسقفوا كلهم لاسماعيل بن ناصر. طبعا يعني الجماهير كانت مستنيه اسماعيل بن ناصر ان هو يرجع مره ثانيه لاسم ميلان ويرجع يمسك خط وسط اسم ميلان مره ثانيه. طبعا الواحد بيفتخر باللاعيبه العرب المحترفين بره، ولاعب زي اسماعيل بن ناصر من اللاعيبه المحترمه ما تشوفش منهم مشاكل مع فريق اسم ميلان. اللاعب ما شاء الله ما تلاقيش منه مشكلة بتطلع يعني.